السلام عليكم أعزائي طلاب الأول المتوسط. درسنا لهذا اليوم حل تمارين المد الأصلي. نفس ما عرفنا، المد هو ثلاثة حروف: الألف الساكن مفتوح ما قبله، الواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكن المكسور ما قبله. راح نحل التمارين إن شاء الله أنا وياكم. التمرين الأول يقول: عين المد الأصلي في النصوص القرآنية الآتية ذاكرا السبب. طبعا من يجيك بالامتحان مثلا عين المد او القلقله او عين المد، اذا طالب من عندك عين بس المد، تسوي حقليا المد والسبب، او تقدر الكلمه والنوع او والحكم والسبب هيجي. فس احنا هنا مطلوب من عندنا بس نعين المد، نذكر المد والسبب. النقطه الاولى، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. عدنا أول شيء فإذا هنا عدي الألف الساكن، السبب شو راح يكون؟ الألف الساكن المفتوح ما قبله. بعد عدنا شاخصة، كلمة شاخصة، شاخصة أيضا الألف الساكن المفتوح ما قبله. أبصار أيضا الألف الساكن، أبصار أيضا الألف الساكن المفتوح ما قبله، ألف ساكن قبل حرف الصاد مفتوح. الذين، كلمة الذين، أبصار الذين، عد هنا ياء ساكن قبل الحرف مكسور، قبل الحرف الياء، لازم قلنا لازم المد، حرف المد الحركة اللي قبلها تماثل حتى يكون عندي هنا مد. الذين شنو؟ الياء الساكن المكسور ما قبله، هكذا راح يكون السبب. الذين كفروا، كفروا هنا عندي الواو ساكنة، الواو الساكن المضموم ما قبله. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يا ويلنا، يا ويلنا، يا ويلنا، عندنا هنا حرف الألف، الألف الساكن المفتوح ما قبله. في غفلة من هذا، من هذا كلمة هذا، هنا أنا أيضا عندي الألف الساكن المفتوح ما قبله. بل كنا ظالمين، كلمة كنا، كلمة كنا، هنا أنا عندنا الألف ساكن قبل مفتوح، هاي شدة جاية من حركتين، ساكن وحرف والنون الثاني متحرك فأدغمت لسهولة اللفظ، فهنا الألف ساكن قبل حرف مفتوح، أيضا نقول له السبب الألف الساكن المفتوح ما قبله. بل كنا ظالمين. عدنا النقطة الثانية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. السماوات، كلمة السماوات، السماوات، كلمة السماوات هكذا كما في الرسم القرآني، عندنا الألف ساكن، السبب الألف ساكن، الساكن المفتوح ما قبله. والأرض بالحق تعالى عما يشركون، كلمة تعالى، في كلمة تعالى أيضا الألف الساكن المفتوح ما قبله. كلمة عما، عما يشركون، أيضا الألف الساكن المفتوح ما قبله. بعد عندنا النقطة الثالثة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان، كلمة الإنسان،
هنا أيضا مد أصلي، مقدار المد حركتيا الألف الساكن المفتوح ما قبله. بعد ايش عندنا؟ عندنا وصل للإنسان بعد من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، فإذا أيضا هماتين، فإذا أيضا الألف الساكن المفتوح ما قبله. فإذا هو خصيم، كلمة خصيم، كلمة خصيم عندي هنا الياء الساكن قبل شنو؟ قبل مكسور. السبب الياء الساكن المكسور ما قبله. النقطة الرابعة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام، كلمة الأنعام، الأنعام أيضا شنو هنا عندي؟ عندي الألف الساكن اللي قبله مفتوح، الألف الساكن المفتوح ما قبله. خلقها لكم، هسه قلنا الأنعام، بعد كلمة خلقها، خلقها أيضا هم بها الألف الساكن المفتوح ما قبله. فيها، كلمة فيها، كلمة فيها، فيها أيضا عندي هنا ألف شبي ساكن قبل مفتوح، فهو مد أصلي مقداره حركتين، الألف الساكن المفتوح ما قبله. وذا بس في، أم نقدر نقول بها مد، هذا بس في الياء ساكنة وقبلها مكسور. بعد عندنا ومنافع ومنها تأكلون، كلمة منافع أيضا، منافع، كلمة منافع أيضا عندي الألف الساكن المفتوح، المفتوح ما قبله. هذا التمرين الأول، خلاص نجعل التمرين الثاني. يقول عين الألف الساكنة المفتوح ما قبلها في النصوص القرآنية الآتية، يريد من عدي بالتمرين الثاني بس الألف الساكنة، يعني إذا لقينا ياء ساكنة واو ساكنة مضموم أو الياء مكسور ما قبلها ما يريدها، يريد من عندنا بس الألف الساكنة. النقطة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يريد من عندي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، عندنا هنا الميثاق، الميثاق الألف الساكنة المفتوح، المفتوح ما قبلها. بعد النقطة الثانية، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلمة عما، كلمة عما وكلمة كانوا. النقطة الثالثة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى، كلمة إلى نال بها الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. بعد النقطة الرابعة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عاقبتم، كلمة عاقبتم نعد أيضا الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. بعد فعاقبوا، فعاقبوا، فعا
عوقبوا أيضا عندي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها بمثل ما عوقبتم، كلمة ما أيضا بها ألف ساكن قبل حرف مفتوح. خلاص التمرين الثاني. التمرين الثالث يقول عين الياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها في النصوص القرآنية الآتية. يعني ما يريد من عندنا هنا بالتمرين الثالث ما يريد من عندنا الألف، يريد من عندنا الواو والياء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلمة الذين هاي بيمن بالياء، كلمة هنا عندي ياء ساكن قبل مكسور. الذين اتقوا والذين أيضا الذين همتين ياء ساكنة والذين هم محسنون. قال تعالى: وإذ رأوك أن يتخذونك إلا هزوا. يتخذونك عدي بالواو، يتخذونك الواو الساكن المضموم ما قبلها. النقطة الثالثة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. كلمة يسمعون بالواو الساكنة، يسمعون الواو الساكن المضموم ما قبلها. النقطة الرابعة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. كلمة فيها هنا عد الياء الساكنة المكسور، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، وكلمة عروشها بالواو، كلمة عروشها عد هنا الواو الساكن شنو اللي مضموم ما قبلها. خلاص التمرين الثالث. التمرين الرابع يقول اكتب سورة الفاتحة واستخرج كل ألف ساكنة مفتوح ما قبلها وياء ساكنة مكسور ما قبلها وسمي نوع المد. طلعين تكتب سورة الفاتحة، هذا راح يكون واجب عليك حتى شنو تضبط هذا الموضوع، موضوع سهل وما بشي. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.